اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل سحب الأموال على تطبيقك الخاص سياش ما عليك أن تقوم بفعله وأن تضغط هنا على الضبط والإعدادات يقوم بأخذنا إلى هذه القائمة سوف تقوم بالنزول هنا للضغط على التطبيقات يأخذنا إلى هذه القائمة سوف تقوم بالنزول هنا للبحث عن تطبيقك الخاص سياش تضغط هنا على السياش ثم يقوم بأخذنا إلى هذه القائمة سوف تقوم بالضغط على إيقاف إجباري تضغط على موافق تقوم بنزول للأسفل تضغط على مكان التخزين نأتي إلى نافذة مكان التخزين تضغط على مسح التخزين المؤقت ثم بعدها سوف تقوم بإطفاء وتشغيل الواي فاي الخاص بك ثم سوف تقوم بالذهاب لمتجر جوجل تضغط عليه ثم سوف تقوم بالبحث عن تطبيقك الخاص سوف تجد هنا تحديد تضغط عليه ليتم تحديد التطبيق وحل المشكل وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو